مساء الخير سيدي. بالحقيقة الحراك ما زال مستمر وما زلنا مصرين على سلمية هذا الحراك. ما حصل اليوم هذا المساء كان مقرر لمظاهرة في قرية الصورة شمال شهبة بحوالي 15 كيلو أو 20 كيلو. فتجمعوا مجموعة من شباب شهبة للمشاركة بهذه المظاهرة. أثناء وصولهم للحاجز تم إطلاق الحاجز القريب من شهبة جدا، تم إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي. ما علمنا ليش شو السبب تم إطلاق النار عليهم، ما عرفنا ليش. المهم أنه هذا النظام مصر على جر المحافظة إلى صدام مسلح، ونحن مصرين على إبقاء الحراك على سلميته. عم نستهدف، عم بيحاول يستفزنا، عم بيحاول يمرق يفوت ما بين المتظاهرين طوابير خامس وسادس، ونحن ما زلنا حذرين من هذا الموضوع ومصرين على السلمية مع هذا وكله. نعم، هل هناك إصابات ضمن المتظاهرين؟ أبدا أبدا ما في إصابات. المهم تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر بدون إصابات. احتقن الشارع بساحة شهبة بشكل كبير. عملنا على التهدئة ومشي الحال، الأمور وصلت للهدوء وما صار أي اصطدام ما بين الحاجز الأمني وما بين أهالي شهبة. طيب يعني بس تفضل. كانت النتيجة ممكن تكون وخيمة. تفضل تفضل معك. أستاذ نصري، كان هناك يدور حديث عن يعني تحضير الضباط المتقاعدين في المدينة لتشكيل مجلس عسكري. طبعا هو هذا ضمن إطار الاقتراح وسيتم عرضه على المجتمع والفعاليات الاجتماعية والدينية. إلى أي درجة ممكن أن يلقى قبولا هكذا اقتراح تشكيل مجلس عسكري في المدينة من قبل الضباط المتقاعدين؟ هذا الاقتراح ما زال مبكر أنه ينشغل عليه. نحن عم نحاول انه يكون الحراك مدني سلمي، والمجلس العسكري اظن ما زال مبكرا انه نحكي فيه. نحن وقت اللي بدي شكل مجلس عسكري معناتها عم بيعني انه انا كاني عم بدعي للانفصال او عم بدعي لاداره ذاتيه، ونحن هذا الحكي بعيدين عنه. لكن هناك يعني بعض الشعارات تطالب باداره لا مركزيه للمدينه للمحافظه. طب هاي الشعارات ما بعرف مين بتخدم. في حدا ممكن يطرح هذا الشعار بس غير متبنى من الأغلبية. طبعا هو يحتاج إلى تبني كل الأهالي. جزء نعم. من سوريا وما زلنا عم ننادي بهذا الحكي. السويداء بلا سوريا، يعني بلا أي قطعة، أي قرية صغيرة بسوريا لا تسوى شيء. فنحن جزء من سوريا لا يتجزأ، مصيرنا مصير كل السوريين، مطالبنا بالحراك مطالب لكل السوريين. تفضلت بسياق النشرة على أنه وصل مطالبنا لأنه تلغى الاتفاقات ما بين الدول المحتلة وما بين هذا النظام. يعني أعلى من هيك سقف شو بدنا، لوين بدنا نوصل؟ مطالبنا وطنية بامتياز، ما عم ندعي لا للتقسيم ولا للإدارة الذاتية بالوقت الحالي. هلأ شو بكون شكل الحكم؟ نحن بدنا سوريا حرة موحدة بديمقراطيتها بسلميتها بقانونها بكل هاي المعطيات. بدنا بلدنا تكون بهذا الشكل، غير هيك ما بنقبل سوريا تكون، وبدنا نخلص من حكم الاستبداد. حكم الاستبداد، أنا وقت بطالب برحيل الأسد أو نظامه منظومته عم طالب برحيل الاستبداد وبناء سوريا جديدة لكل السوريين. مطلب السويداء مطلب لجميع السوريين يا سيدي. تفضل. أشكرك جزيل الشكر من السويداء نصري الطويل ناشط سياسي، شكرا لك.